مستخدمة بالفندق برنس دو باري. المشكل اللي تنعاني منه هو من عامين تقريبا، عامين هذه قربنا نكملوها ديال وحنا باركين من العمل ديالنا. في الاول الحكومه داكشي اللي قالت، حنا لبينا النداء ديال الحكومه باش نحافظوا على السلامه ديال البلاد من المرض، ولكن عطاتنا واحد الاجر اللي هو سامبوليك، ماشي شي حاجه اللي هي كبيره، 2000 درهم ماشي شي حاجه. ومع هكاك بقينا حنا غاديين شويه شويه، وصلت فانسيس الحكومه ما بقات خرجت حتى شي تصريح بانها غادي تمدد في هذاك الشيء اللي عطاتنا في الاول. جا شهر 7، شهر 8، شهر 9، شهر 10، وحنا في 11 دابا، وما كاين حتى شي بصيص امل نهائيا. الريال ما عندوش منين يدخلنا. هاد الناس هادو كلهم عندهم مسؤوليات، كلهم عندهم طريطات ديال الديور، كلهم عندهم، اللي ما عندوش عنده كرا، عندهم ما عندهم ضوء، عندهم مسائل ما ديال المعيشه ديالهم، وليدات، كل شيء. واللي ما عندوش عنده راسو، عنده والديه. ما عندناش حتى شي سوق منين يدخلنا شي ريال اخر. اليوم هنا سيدي كنطالبوا غير بالحقوق ديالنا فقط، لان مده زمنيه طويله ان ما توصلناش بالاجور ديالنا، والحمايه الاجتماعيه حتى هي مقفلين الحمايه الاجتماعيه بما فيها التغطيه الصحيه، التعويضات العائليه. حنا نظرا للظروف ديال الجائحه صبرنا بما فيه الكفايه من مده شهر ابريل ديال 2020 وحنا واقفين، كنا كنتوصلوا بواحد الدان اللي القدر ديالو 2000 درهم. هذا الدان توقف في شهر 6، كنا مراسلين عن طريق المندوبيه الاقليميه ديال الشغل، تحاورنا، عطونا وعود، ديك الوعود ما وفوش بها. قلنا لهم دابا حنا حاليا حنا ما عندنا حتى شي اجر، ما عندنا حتى شي دخل، وحنا كمناضلين وعطينا لهذ المؤسسه بما فيها الكفايه من الثمانينات، الاكثريه عندهم 25% ديال الاقدميه، يعني عطينا يعني الكثير لهذ المؤسسه. كاينه حنا عندنا حنا 44 ديال ليفيكتيف اللي كاينين، 48 اللي كاينه ديال ليفيكتيف ديال العمال، 48 اسره يعني تشردت بلا اجر، بلا تغطيه صحيه، بلا تعويضات عائليه. خنا من الشغيله ديال الفندق اللي دوزنا فيه واحد 32 عام ديال السيرفيس، اللي ضحينا فيه بالاعمار ديالنا، الشباب ديالنا دوزناه، وفي هذا الفندق اللي كنا حنا عائله وحده اللي كنطالبوا بالحقوق ديالنا المشروعه، بغينا سيدنا يتدخل في هذا الموضوع. حنا بالنسبه لنا حنا ضايعين، لا سالير ديالك خديتيه، لا منحه ديالك، حتى شي حاجه ما خدينا من هذه الاداره، كيعطونا الوعود الكاذبه، ها غدا ها بعد غدا، وما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء الاخر. كنطالبوا بالاجور ديالنا ديال مده 5 اشهر، شهر 7 8 9 10، من شهر 7 لان توقف الدعم في شهر 6، وحنا كنا كنتسناو الحكومه باش تعطي واحد الامر بان باش يزيدوا التمديد في الدعم، ما كاينش الدعم. يعني جينا ارتئينا ان قلنا ليه باش تعطينا غير الكونجيات العطله السنويه ديالنا ديال 2020 2021، عطانا وعد في الاخر تخلى، ما وفاش بالوعد ديالو. حنا عندنا مراسله عن طريق المندوب الاقليمي ديال الشغل بانه هو عدم تأدية الأجور ديال مدة ما يقارب 5 أشهر، 7 8 9 10 11. حنا ما كنطالبوش بشي حاجة مستحيلة، كنطالبو غير بالأجر ديالنا والعطلة السنوية ديالنا، ويأدي لينا داكشي السوسيال ديالنا، الضمان الاجتماعي اللي كيحط عليه صاحب جلال الملك محمد السادس نصره الله، الحماية الاجتماعية، خص مراجعة، لأن حنا دابا مقفلين التعويضات العائلية، مقفلين الناس 5 أشهر، يعني كان مازال ملي كان داك الدعم هو ضئيل، ولكن رغم هذاك انك كتجيك واحد 2000 درهم كنتي كتغطي بها الحاجيات ديالك. حنا دابا ما بقيناش كنتوصلوا حتى ديك 2000 درهم من شهر 6 وحنا واقفين. تحاورنا معاهم، عطونا وعود، ديك الوعود ما فوش بها، ويعني حنا عطيناهم اقتراحات جد سهله في الصالح ديال الباترون.
حنا كنخمموا الظرفيه ودايرين كنحترموا التدابير الاحترازيه، هذا هو اللي كاين. انا اخر واحد هنا راه اللي عنده 20 25 30 عام ديال العمل، وهاد الناس دابا هذا كنا هاد الناس حبسوا نظره للجائحه تحبس النظام ديال القطاع السياحي، مع العلم ان كوفيد سالت الاخر ديال شهر 6 الو شهر 7 و8 و9 و10 و11 ما توصلنا حتى شي حاجه لا مستحق، ما احنا لا كوفيد ما احنا لا احنا لا على الفندق ديالنا، المشغل يعني ما دارش معنا شي حل، دابا ما تنطلبوا حتى شي حاجه، حنا في ظل ديال الرعايه ديال سيدنا الله ينصرو، كاينه عداله اجتماعيه، تنطلبوا بالحقوق ديالنا، المكتسبات ديالنا، تنطلبوا بالاجر الشهور اللي ما تخلصناش فيهم، تنطلبوا بالكونجيات ديالنا اللي ما تخلصناش فيهم، تنطلبوا بالتحاق ديال العمل ديالنا، هادشي اللي تنطالبوا، حنا يخلصنا السوسيال ديالنا، يخلصوا لينا هاد المسائل اللي حنا ما حنا في ظل حنا في دولة الحق والقانون. يعني ماشي حنا اللي غادي يجيو غادي يلو حنا طبقه شغيله ضحينا بحياتنا وبالغالي وبالرخيص في هذه المؤسسه هذه، وحنا دابا حاليا راه دايرين واحد الوقفه احتجاجي امام المؤسسه، دابا تنطالبوا بالحقوق ديالنا. شحال ديال الناس اللي تضروا؟ 48 عائله. 48 عائله، كل عائله فيها 5 6 10 نفوس، يعني فينا ما المعيل، الناس راه الله يكون في العون، راه الناس عندها مصاريف يوميه، عندها ادويه، عندها هذا، الناس عندهم امراض مزمنه، ما علم ان هذا الشيء هذا راه ما مستافدين حتى شي حاجه، حنا راه مضحيين في هذا الفندق هذا، والله ما عرفناش كيفاش غادي نقول لك، لان تحت الضغط هاد الناس هادو ما بغا يديروا حتى شي حاجه معنا، حنا تنطالبوها بالحقوق ديالنا.